السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله. نحن الجبال الشرقية أهل العسل، شاركنا في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. طبعا من منتجاتنا ومن الأنواع العسل الذي عندنا عسل السمر وعسل السدر والشمع بالعسل طبعا، وعندنا العقاب الزنجبيل، وعندنا طبعا التين والزيتون، وعندنا طبعا خلطة الطاقة. فمهرجان الشيخ زايد وتحديدا بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي هيأت لنا المكان لكي نعرض منتجاتنا لزوارنا الكرام. نشكر منظمين المهرجان وجائزة الشيخ منصور على هذا الإتاحة التي عملوها لنا لكي نبرز ما لدينا لزوارنا الكرام.